الشيخ عبد الله بن قعود نموذج عجيب في حياتنا. ذاك اليوم اللي سافرت معه أنا وبعض طلاب العلم إلى مكة وسكننا في بيته، تصوروا أنه لا يأذن لأحد ولا يسمح لأحد أن يقوم بأي عمل في داخل البيت، وكان الشيخ رحمة الله عليه يلبس إزارة ثم يقوم يستخرج الأكل والطعام، يقوم بالطبخ لطلابه. الشيخ بن عبد الله بن قعود رحمة الله عليه كان عالما صاحب منهج، تأثر كثيرا بمنهج الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولذلك كان كثيرا ما ينقل لنا الشيخ رحمة الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق وعن الشيخ بن باز. هذا قول شيخنا الشيخ بن باز، وهذا قول شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الله بعد الانتهاء من الدرس، كان بعد انتهائنا من الدرس مجموعة من طلابه ننتقل معه إلى بيته فيقهوينا، ثم عنده كان يعني بقرة يجيب لبن ويجيب الزبد، وكان يلقم كل طلابه بيده تمرة ويلقمهم ويعطيهم واحد تلو الآخر. هذه المواقف الحقيقة أثرت علينا كثيرا بمكارم أخلاق الشيخ، وإنكم لن تصلوا، وإن الرجل كما قال النبي ليصل درجة الصائم القائم بحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وصفه بأعظم الأوصاف، قال وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن هذه منهج وهذه منهج وأخلاق العلماء التي أثرت في حياتي في تلك الأيام، ونفعني الله عز وجل بها، وكانت مسار لطريقي أن أرتبط بالعلماء.